انا سعيده ان انتم موجودين معانا، وابدا بيك يا ساره. يعني قولي لي بقى، ايه الارقام اللي انت محققاها؟ انجازاتك ايه؟ اخر ارقام، اخر بطولات؟ وانا الحمد لله انجازاتي كتير، بس اخر حاجه كنت لعبتها كانت بطوله افريقيا، كانت في تونس، اخدت 3 ميداليات ذهب واحسن لاعبه في افريقيا. قبلها كنت في كولومبيا في بطوله عالم كبار مؤهله الاولمبيات، اخدت 3 ميداليات ذهب برضو. والحمد لله يعني انا اول افريقيا من 2012 لحد 2023، واحسن لاعبه في افريقيا. معايا يعني معايا ميداليات كتير الحمد لله، فانا مش عارفه عددها يعني، بس ابرزهم ان انا معايا ميداليه اولمبيه في 2016 برونز، ومعايا ميداليه اولمبيه تاني في 2014 ناشئين، ميداليه ذهب. وبتستعدي للأولمبيكس؟ اه ان شاء الله. ان شاء الله. قولي لي يا ساره، يعني لسه في افريقيا، واخده يعني قريب من تونس، اه من واخده اسبوع. ذهبيه. ايوه بتعملي اي حاجه تانية في حياتك غير ان انت بتلعبي محترفه اثقال؟ هو انا يعني لسه متخرجه من سنه او سنتين، فخلصت دراستي، بس انا يعني مكرسه حياتي كلها للعبه. يعني مين بينفق على اللعبه دي؟ بينفق عليها ازاي؟ يعني ده محتاج فلوس كتيره، محتاج مصاريف، تدريبات، هل انت عندك راعي؟ وضعك ايه بالظبط؟ هو انا يعني انا الحمد لله معايا البنك الاهلي الراعي بتاعي، بقاله قد ايه الراعي بتاعك؟ هو انا من 2018، طب كويس. بس يعني هو يعني بيوفروا لي حاجات، والوزارة بتوفر لي والاتحاد، بس برضو يعني راعي واحد مش كفاية، لان الميدالية الاولمبية دي مش حاجة سهلة، مش انا طبعا رايحة اجيب ميدالية وارجع، فدي بتبقى محتاجة مصاريف كتيرة جدا، ومحتاجة اهتمام، ومحتاجة حاجات كتيرة جدا. وغير ان بطولة يعني غير الاولمبيات، احنا في كذا بطولة قبلها لازم نكسب فيها علشان نتأهل للاولمبيات، فكل ده مش هيبقى بالسهل يعني.